بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين من الامور الهامه واختيار المعروف ينبغي على الانسان ويجب عليه ان يختار المعروف في عمله وفي قوله بل في قلبه، والمعروف هو كل ما عرف حسنه بالعقل او بالشرع، اما العقل يكتشف حسن ذلك الشيء، وبعض الاشياء لا يتمكن العقل من اكتشاف حسنها، الشرع بين حسنها، ويضاده المنكر، وهو كل ما انكره واستقبحه العقل، أو الشرع فحكم بقبحه فهذا يكون منكرا الإنسان يجب عليه أن يختار المعروف يختار المعروف في عمله بأن تكون أعماله كلها حسنة يحكم العقل والشرع بحسن تلك الأعمال ولا يختار عملا منكرا ومن نعم الله سبحانه وتعالى أنحبانا بالعقل العقل يكتشف بعض الأمور المعروفة التي هي من المعروف وإذا كان قاصرا عن اكتشاف بعض الأمور المعروفة الشرع بيّنها لنا فكل ما هو معروف مبين لنا وكل ما هو منكر أيضا مبين لنا فهذا العمل والمرحلة التي تسبق العمل اللسان الإنسان بلسانه يكون سببا للخير ولا يكون لسانه سبب للشر يعني أن ينطلق لسانه بما هو خير وبما هو حسن شرعا أو عرفا ولذا يعرض عن اللغو يعرض عن الكلام القبيح ما يستقبح ذكره يعرض عن الغيبة والتهمة والنميمة وما إلى ذلك وقبل اللسان القلب بحيث أن يكون القلب يميل إلى ما فيه الخير ولا يميل إلى ما فيه الشر فالحديث في الشريف أن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه فقال لهم إن موسى كان يقول لأصحابه لا تزنوا وانا اقول لكم لا تفكروا في الزنا لماذا لانه هذا التفكير كالدخان الذي يسود الجدران قد لا يكون نار لكن نفس هذا الدخان سبب للسواد الفعل شبه بالنار والتفكير شبه بالدخان فان الشيء اذا احترق حتى اذا لم يكن هناك نار لكن هذا الدخان يؤثر في تقبيح منظر الغرفه بسوادها فلذلك على الانسان ان يكون فكره ايضا بالمعروف لا يفكر بالمنكر واذا وجد من نفسه حبا لبعض المنكرات وميلا لها حتى اذا كف نفسه عن اظهار تلك المنكرات بلسانه او بعمله ينبغي عليه ان يعالج فكره ايضا بحيث ان لا يحبذ المنكرات قد يكون بعض الاحيان الانسان لالتزامه بالشرع لا يرتكب بعض المحرمات ولكنه يشعر بحب لها يحبها هذه مرحله خطره لان حب الشيء قد يؤدي بالانسان الى ان تسول له نفسه ارتكاب ذلك الشيء القبيح فلذا ينبغي ان يعالج قلبه بالدعاء وبالعلم وبالتفكر وبالتامل طبعا هي مرحله صعبه لكنها ليست مستحيله الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الحياه الاجتماعيه واهم ما يبتنى عليه الحياه الاجتماعيه الاسره والزواج يقول وعاشروهن بالمعروف الزوجان حينما يتزوجان قد حياتهما تكون مضطربه وفيها مشاكل كثيره لكن الله سبحانه وتعالى لاجل حل تلك المشاكل يقول وعاشروهن بالمعروف يعني بالاعمال الحسنه باللطف بالمدلين بالمدارات بالتغاضي عن سوء الاخلاق وما الى ذلك فان ذلك يجلب الحب في هذه الاسره ويجلب السعاده وايضا قد يكون مقدمه لان الطرف الاخر اذا لم يكن يعاشر بالمعروف بالتدريج يتاثر بطريقه المعاشره بالمعروف ويصلح امره ويصلح طريقته وكذلك بالنسبة إلى القول الله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا لهم قولاً معروفاً، وفي آية أخرى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فلذا كان من الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا الإنسان في قلبه ثم في لسانه ثم في عمله التزم بالمعروف فإن هذا الإنسان يصل الى درجه من القرب الى الله سبحانه وتعالى من رضا الله سبحانه وتعالى وايضا الحب لدى الناس الناس يحبونه وايضا يكون طريق لهدايه كثير من الناس الى جاده الصواب وفي الحديث الشريف كونوا دعاه لنا بغير السنتكم يعني اعمالكم اذا كانت معروفه هذه الاعمال تسبب هدايه الناس لتاثرهم بالاعمال لانه من الطبيعي ان الناس يتاثرون بالانسان الصالح. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لان نكون من العاملين بالمعروف الامرين به الناهين عن المنكر المنتهين عنه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.